بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللي بغينا هذا الفيديو باش نوصلوه للمسؤولين لعملة إقليم الناظور، لرئيس الجماعة في حالة التوارئ، في حالة الحج الصحي اللي هو كيبني لولدو، كيستغل الفرص ديال واحد رخصة الإصلاح لواحد الدار الآخر وكيبني بها لواحد لولدو اللي تاجر في المخدرات خارج الوطن، اللي هو كيبني له. هذا كان نادي والسيد العامل على عملة إقليم الناظور لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الرئيس جماعة اللي عنده خيانة العظمى وخيانة الشعب وخيانة هذه الدولة، لأن احنا في حالة حارجة، في حالة حجز صحي مع النداء السيد الوزير الداخلية والوزارة الصحة، مع النداء مع خطاب الملكي اللي باش نديروا الحجز الصحي لوقاية من فيروس كورونا. ولهذا رئيس جماعة بني شيكار يستغل الفرص للبناء دار على الطريق الرئيسي في تيزي، أنفاس نتاع الدار ديالو، راه درناها في الموقع ودرناها في الفيسبوك ودرناها في جميع المواقع، دابا نديروها في اليوتيوب ونديروها في الفيسبوك عاون. هذا النداء إلى السيد العامل، لأن رئيس جماعة بني شيكار عنده خيانة عظمى، عنده خيانة عظمى، عنده خيانة عظمى، لأنه خائن، لأنه في هذه الظروف اللي غادي هو غادي يبني، في هذه الظروف اللي غادي يخرج للزنقه يوعي الناس، لهذه الظروف اللي غادي يخرج للزنقه يدير القفات للناس ويعاون الناس ويعاون السلطه المحليه. التحيه للسلطه المحليه، التحيه للسيد العامل على عمله اقليم الناظور، التحيه للدرك الملكي اللي كيقوموا بالواجب ديالهم كواجب وطني، كواجب وطني. ولهذا هذا الرئيس جماعه بني شكر عنده خيانه عظمى، خائن للوطن والشعب والمالك، اللي كيبني في هذه الظروف اللي عندنا حج صحي باش يخرج للشارع وباش يوعي الناس باش يعاون الناس، هو راه كيبني كيستغل الفرص كيبني. لان السيد العامل كندير لك واحد النداء، السيد العامل على عمله اقليم الناظور، لان كاين بناء عشوائي في تيزي من طرف السيد العامل، من طرف العفو السيد العامل، من طرف الرئيس جماعه بني شيكار كيبني لولده اللي تاجر المخدرات خارج الوطن وداخل الوطن، واللي في هذه الظروف باش يخرج الشارع السيد العامل باش يخرج للشارع يوعي الناس ويدير. ولهذا هو راه كيبني، عار عليك، عار عليك السيد الرئيس، عار عليك، لان هذه خيانه عظمى، لان هذه خيانه عظمى. ماشي في هذه الساعه اللي غادي تبني، هذه الساعه راه كاين حج صحي، هذه الساعه راه غتوعي الناس، هذه الساعه غادي تخرج للزنقه، ماشي هذه الساعه نتاع البني. ولهذا كنطلبوا بالسيد العامل يدير اللازم ديالو ويدير المراقبه ديالو ويشوف هذا الدار اللي كيبني. دار واحد الرخصه الاصلاح، هو راه كيبني من جديد، واحد الرخصه الاصلاح كتهضر على واحد الدار قديمه، هو راه كيبني على الطريق الرئيسي، راه دار الباربا، دار كل شيء. ولهذا ان شاء الله غادي نصوركم ان شاء الله المكان، غادي نصوروا المكان ان شاء الله، المكان المعين. ولهذا اللي كنقولوا للسيد العامل وكنقولوا للناس، بالناس نتاع بني شيكار، العفو اسمحوني، كنقولوا للناس نتاع بني شيكار، شوف الرئيس الجماعه اللي رشحتوا عليه عنده الخيانه الشعب والخيانه العظمى للمالك والشعب، لانه هو في هذه الظروف الصعبه اللي كتمر به جميع الدول في العالم وكتمر فيه المغرب ديالنا، كاين الحج الصحي، كاين بلاد مسكين اللي حسن عاون، كاين بلاد دابا يخرج يمشي يدير القفاف للناس، يمشي يعاون الناس، ماشي يمشي يبني، كيبني في هذه الظروف فما كيستغل الفرص. والله لا عار عليكم، والله لا حشومه عليكم، والله لا حشومه عليك، والله الا حشومه عليك كمسؤول في الجماعه، باش تخرج توعي الناس، باش تخرج دير القفه للناس وانت كتبني في الظروف، في هذه الظروف. ولهذا قررت باش ندير هذا الفيديو كفاعل جمعوي، كمراسل صحفي، باش نقول له احذر، احذر، لان حنا هنا واحد الظروف اللي ظروف غامضه، للظروف مشاكل الناس مساكين مزعجين. ولهذا ان شاء الله غادي يدوز هذه الظروف. ولهذا حنايا مع النداء وزير الداخليه، مع النداء وزير الصحه، مع الخطاب الملكي، باش نديروا الحج الصحي ونديروا الوقايه الرسمه باش ما ينتشرش الفيروس في المغرب. الحمد لله المغرب كيتمشى بزاف، غادي يدوز هذه الازمه ان شاء الله. خصنا نتعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى، خص دابا نتعاونوا مع البوبريان، نتعاونوا حنايا، مش حتى تعاوننا كنهزوا من الناس، كنقصدوا الناس، الله يخلف عليهم، التارخه يخلف عليهم، بعض الجمعيات كنديرهم. ولدو هز 21 مليون من الجمعيه ديال جمعيه المعوقين والجمعيه اللي في ايراميين اللي كيقراوا فيه القران، فين دير هذاك الفلوس؟ واش عدل به الجمع؟ شرا به الكراسي؟ شرا به السياره؟ راه كيشريو الظروف مليليه، لان هاد الناس، هاد اولاد نتاع رئيس جماعه بني شيكار، وهو عندهم خيانه عظمى، عندهم خائنين للدولة والشعب، لأن كيبني في هذه الظروف. أنا كنتحمل المسؤولية، يجيو المراقبة اللجنة تمشي تما لتيزي، أنفاس نتاع الدار ديالو اللي خضراء، راه كتطلع هذاك البراج،
راه عنده الدار ديالو تما، ديو المقدم وتشوفوا الدار ديالو اون فاس ديالو كيبني، كيبني بدون رخصه، دار واحد الرخصه الاصلاح راه كيبني، لان عنده خيانه العظمى. كنقول لكم المرشحين 29 مرشح، 29 مرشح راه كيلعب عليكم الرئيس الجماعه. خرجوا للشارع وعيوا الناس، عاونوا الناس، عاونوا الناس، عاونوا الناس، لان عاونوا الناس باش يبقاو في دارهم، وصلوهم ساكن ما ياكلوا، وصلوهم ما يشربوا. حنايا خصنا هذا المر، هذا الظروف اللي كنتمروا به، خصنا نتعاونوا مع هذه الدوله الحبيبه، نتعاونوا مع الملك، نتعاونوا مع السلطه، نكونوا يد في اليد باش الناس مساكن اللي بعاد نوصلوهم الماكله ديالهم، نوصلوهم الحوايج ديالهم حتى لدارهم. لان في هذه الظروف اللي غادي نتعاونوا، في هذه الظروف اللي غادي نفكروا في خونا، ماشي في نفكروا في الانتقام، نفكروا في هادي في هادي. لان رئيس جماعه بني شكار محمد باديه عنده الخيانه العظمى اللي كتجيب الاعدام ولا مؤبد، لان في هذه الظروف باش يبني هو. لان تحيه لواحد القايد اللي سمعت له في غادي نديروا الفيديو ديالو نلصقوه معاه، واحد القايد تحيه لله، اللي واحد الظروف اللي قال له هادي ماشي دار تاع باك ولا دار تاع عمك، هادي جماعه الشعب وجماعه الدوله. ولهذا فرجوا معايا الفيديو ونرجعوا ان شاء الله في التالي. شكرا. كلمه ديال مرفق سيد القايد، انا معاك غير هو خصك تعطينا الفوفير. لا صافي، حنا هضرنا مع السيد مرفق، حنا هضرنا تعطينا الفوفير من هو الفوفير عندك عاد باقي. احنا اللي كاينين دابا، شنو باقي؟ احنا السلطه، احنا دابا احنا في حاله طوارئ، خصكم تفهموها. كان واحد يدي فهم عليه ورك عليه الجماعه، راه تعتبروا كمواطنين دابا في واحد الليطه ديال تسخير جميع الامكانيات. صافي مصلحه العامه، ما تنفكروش فيها وما تنتناقش معاها، ما نتناقش معاك فيها، نقدر انا ناخذها بلا ما نشاورك، لان المصلحه العامه هذه مصلحه. انا صاحبي والله الا استحسن ما كنقلب من عيط صاحبي. انا السي حسين ديال التسخير ولا دابا ما كنلقى دابا انا فيما كنهضر مع شي واحد في الجامعه كيقول لي الرئيس ما عطانيش الفوز، وقول لي هذا الشيء، قول لي راه عطيهم التعليمات هذه، وديك الساعه نوري انا التعليمات اللي عاطيه. الدار ديال باه خلالو في الورث مزيان يخدم معانا شي رجلات، الا كان بغى يعطي هذه خيانه، الا كان بغى يعطي الفوفار يخدم معانا وبلا ما يبقى يهضر معايا. يجي يجلس هنا، يجي ندير به الناس وصلوا له هذا الهضره. ما كيتحارش عليك الوالدين، قول له خل الوطن من مشى عند ولادو جلس، هو اللي عنده الولاد. ما حنا انا ملقطين سدينا عليهم وجينا وطلوا ربعه الغرزات اصاحبي. اه وجبناه من السبيطار. وي راني شفت يوم هذا منكر.